أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أهلا بك من جديد. أهلا سهلا يا وائل. بعدك محافظ على النشاط؟ بطبيعة الحال. يا مطبع. يتيح الثامن من يونيو اليوم العالمي للمحيطات فرصة لزيادة الوعي على الصعيد العالمي بأهمية المحيطات لضمان توفير حماية أفضل للثروة الكائنة في أعماقها للأجيال القادمة. عن هذا الموضوع يحدثنا مباشرة برام الله نضال عطلة منسق برنامج العدالة البيئية في مؤسسة هيرتش بيل. أهلا بك. يعني تقريبا 70% هي المساحة التي تحتلها المحيطات من كوكب الأرض. ما هو دور هذه المحيطات وأهميتها؟ أول شيء صباح الخير لكم ولمشاهدينكم وكل عام وانتم بخير. طبعا المحيطات زي ما ذكرتي وعد بتاخذ تقريبا مساحه ثلثين الكره الارضيه وبتحتوي على ثروات طبيعيه وتنوع حيوي كبير بنعتمد عليها بشكل كبير في الارض للحياه، فهي مصدر حياه لجميع الكائنات سواء كانت في البحار والمحيطات او على اليابسه. طبعا فيها موارد طبيعيه احنا بنستخدمها كزي الطاقه والغذاء والاملاح المعدنيه، بالاضافه لانه بنستخدمها لحركه التنقل ونقل البضائع بين القارات. لكن البحار والمحيطات لها دور كبير في خلق توازن بيئي موجود على الكرة الأرضية بشكل عام، فهي بتسوي توازن في المناخ والطقس من خلال عدة عمليات طبيعية بتصير من خلال أخذ المواد، تبادل المواد بين اليابسة والبحار، فهي بتحافظ علينا بشكل أو بآخر. نضال صراحة يعني ما هو أكبر خطأ نرتكبه بحق المحيطات في العالم على صعيد الصناعات الكبرى والنفايات وخاصة ما تعانيه المحيطات من كميات البلاستيك الموجودة داخلها؟ يعني في الحقيقة احنا بنرتكب كتير أخطاء بحق البحار، زي ما ذكرتوا أولها بيكون من المخلفات الصناعية. اليوم في تقريبا 100,000 مادة كيميائية تستخدم في الصناعات اللي بيتم بشكل أو بآخر وصولها للبحار والمحيطات. طبعا في عنا الزراعات الصناعية زي المزارع الكبرى للحيوانية، بالإضافة للزراعات المكثفة للمزروعات الخضروات وما إلى ذلك اللي يتم باستخدام فيها مواد كيماوية من أسمدة ومبيدات أعشاب، كلها بشكل بتوصل للبحار والمحيطات. كمان بنحط مخلفات نووية طبعا من الدول العظمى، لا زال في مخلفات نووية بتوصل من المفاعلات النووية والمياه اللي تستخدم في هذه المفاعلات. طبعا في كمان ألغام ما زالت موجودة من الحروب العظمى في البحار والمحيطات اللي بتحتاج لميزانيات هائلة لاستخراجها. الصيد الجائر طبعا من الشغلات الثانية اللي احنا بنضر فيها المحيطات، وطبعا حتى كمان الضجيج اللي برضه بيأذي الثدييات على وجه الخصوص مثل الدولفينز والحيتان اللي بتهرب للشواطئ بسبب هذا الضجيج. لكن زي ما ذكرت المشكلة الأكبر حاليا اللي عم نواجهها واللي عم بيصير فيه حملات كبيرة عليها على مستوى العالم من نشطاء هي المخلفات اللي هي المخلفات الصلبة والبلاستيكية الأخص منها. فهي النفايات عم توصل البحار و80% منها عم بيجي من البر مش من البحار نفسها، يعني مش من السفن والحوادث اللي بتصير. اليوم البلاستيك مشكلة عظيمة، احنا اليوم ننتج تقريبا 300 مليون طن بلاستيك، 2-3% من هاي الكميات بتوصل للبحار والمحيطات وعم تأذي جميع المخلوقات اللي موجودة في المحيطات. زي ما شفنا الصور بنشوف مرات سلاحف وأسماك وطيور حتى على الشواطئ عم تلتهم هاي البلاستيك بتفكرها غذاء. طبعا اليوم في تقريبا 8 مليون طن من البلاستيك احنا بنرمي فيه بالمحيطات، 1% فقط بيظهر على السطح وبنقدر نستخرجه او بنشوفه وبنعرف مكان وجوده بدوامات كبرى، في 5 دوامات كبرى، الباقي مجهري. وهذا الشيء المخيف، 7.9 مليون طن سنويا بتم إلقائها وبتنتشر في جميع أنحاء البحار. فإحنا فعليا نقدر نقول في عصر البلاستيك، يعني أنهينا عصر البرونز وأنهينا العصر الجليدي ودخلنا في عصر البلاستيك، والعلماء
بيقولوا أنه رح يكون في بلاستيك أكثر من الأسماك في حلول عام 2050. أستاذ نضال، يعني هل هناك جهة رقابية لمراقبة المخلفات بحق البيئة والمحيطات، خاصة لا سيما مثلا حركة الملاحة التي تحدثت عنها ومرور السفن، هل تخلف، هل تؤذي المحيطات، وهل هناك رقابة عليها؟ يعني لحديت سنوات قليلة لم يكن هناك جهة رقيبة بشكل كامل على حركة السفن وعلى المخلفات اللي بتوصل البحار والمحيطات، لكن نقدر نقول أنه إحنا بلشنا نتجه في المسار الصحيح. طبعا تم تخصيص في عام 2015 كأحدى أهداف الاستدامة، التنمية المستدامة، أجندة سنة 2030 هي حماية البحار والمحيطات، لكن الوضع الحالي بتطلب منا خصوصا مع الاحتباس الحراري والضرر اللي عم بيسببه على المحيطات، بتطلب أن كل فرد فينا في المجتمع يساهم بشكل أو بآخر. بحديثك عن الاحتباس الحراري وبحديثنا عن المشاكل المناخية الكبيرة، خلينا نعرف أكثر أهمية التنوع الحيوي في المحيطات، وخاصة الثروات الطبيعية اللي تقدمها واللي هي تعتبر جزء أساسي من استمرارية الحياة. في حال وجود هذا الخلل في دور المحيطات بالنسبة إلى حياتنا، إلى ماذا يؤدي هذا الخلل، وكيف يؤثر فعليا عن الاحتباس الحراري، الاحتباس الحراري على المحيطات؟ يعني من المهم الذكر أنه إحنا الاحتباس الحراري يتم إنقاذنا من قبل المحيطات فعليا. من وقت الثورة الصناعية تم إنتاج تقريبا 40% من الغازات الدفيئة، أكثر مما كان سابقا، وربع هاي الكميات تم استيعابها من المحيطات. يعني المحيطات عم تنقذنا بشكل أو بآخر، عم تستوعب ربع ثاني أكسيد الكربون اللي إحنا مننتجه. بالإضافة لذلك المحيطات عم تمتص تقريبا 90% من أو 93% من أشعة الشمس آخر 40 سنة، بالتالي عم تمتص هاي الحرارة. فكل الكوارث الطبيعية اللي إحنا واجهناها بسبب الاحتباس الحراري والتغيير المناخي هي فقط جزئية صغيرة لولا المحيطات اللي عم تحمينا. لكن إحنا برضو عم نستنزف هاي القدرة في المحيطات، لأنه مش ممكن تستمر المحيطات في استيعاب هاي الكميات المهولة من ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة بالإضافة لهاي الحرارة. بالتالي الاحتباس الحراري عم بيشكل مشكلة كبيرة على التنوع الحيوي. في تقديرات بأنه تقريبا نصف الشعب المرجانية قد يعني تحتضر تموت خلال قبل عام 2050، وهذا عم بيأذي التنوع الحيوي، لأنه جميع المخلوقات أو عدد كبير من المخلوقات بيعتمد على هاي الشعب المرجانية، بالإضافة لأنه عم بيرفع من درجة حرارة المياه اللي عم بيأذي كتير كائنات. وغير هيك ذوبان القطبين الشمالي والجنوبي والجليد بشكل عام، اللي هو طبعا برضو بحمينا من خلال أنه بيعكس أشعة الشمس، بالتالي الاحتباس الحراري بيتم تخفيفه. لكن هلأ مع ذوبان الثلوج هاي في حرارة أكبر عم نعاني منها، وعم بتزيد مستويات البحار والمحيطات. وهاي الكارثة العظمى لما 40% من سكان الأرض على بعد 60 ميل فقط من الساحل، بالتالي ارتفاع منسوب المحيطات حتى لو لمتر بعد نهاية القرن رح يكون لها تبعات كارثية. والتنوع الحيوي من هاي اللحظة بدأ يعني بالمعاناة في المحيطات. تقريبا في تقديرات بأنه 150 نوع من الحيوانات والنباتات بتم انقراضها بسبب الاحتباس الحراري والتغير المناخي اليوم. نعم، نتمنى طبعا أنه يوم. إضافة إلى الجمعيات والمنظمات اللي تعمل على الحفاظ على المحيطات والبيئة، حتى على المستوى الفردي نتمنى أن يكون الوعي يزداد أكثر عند الإنسان. نضال عطلة، منسق برنامج العدالة البيئية في مؤسسة هرانش، شكرا لك، حدثتنا مباشرة من رام الله. شكرا لك. شكرا لكم ويسعد صباحكم. شكرا. إذن علينا بعض